الإلهي هو الذي يحكم على ذلك. لماذا يتركون المجمع العلمي يحترق لمدة 3 أيام؟ يعني أنا عايز أقول دلوقتي جم حطوا جدار عازل هنا زي ما احنا شايفين كده اهو، زودنا عليها جدار عازل هنا اهو تمام كده، وجدار عازل هنا تمام كده. لماذا بقى لم يتم اخراج هذا الجدار العازل امام في المنطقه الفاضيه ديت، والمنطقه تيجي هنا جدار هنا اهو وينقذوا المجمع العلمي؟ لماذا ليه حطوا الجدار العازل خلف المجمع العلمي من الناحيتين، من ناصيتين، ناصيه الشيخ ريحان اهو، حطوا الجدار العازل ورا المجمع العلمي مع انهم عارفين في حريقه تدور، وهنا من امامه حاطين الجدار العازل برضه بعيد عنه. لماذا لم يتم الجدار العازل امام المجمع العلمي لانقاذه؟ انا عايز واحد يفصل لي هذا المشهد الخطير. الجدار العازل يوضع خلف المجمع العلمي مع انهم يجدون انه يوجد حريق في المجمع العلمي، ومع ذلك حطوا الجدار العازل خلف للاسف المجمع العلمي. للاسف الجدار العازل موجود من الناحيتين، من الناحيتين زي ما نرى كده في الكاميرا، من الناحيتين، وسايب مصيط المجمع العلمي يحترق. لماذا؟ انا عايز اي مشاهد او اي واحد بيفهم يشرح لي اللي بيحصل دوت. ليه؟ ليه المجمع العلمي متروك وهم يعلمون انه يحترق، ومع ذلك حطوا جدار عازل اول امس والفجر اليوم على النص الاخرى، وسابوا المبنى يحترق؟ اطفال هم الذين ينقذون الكتب ومجمع اطفال الصغار، هم الذين تركوا مدارسهم وياتون لماذا؟ لكي ينقذوا تاريخ مصر. الاطفال اللي مش عاجبهم الجنزوري هم الذين ينقذون مصر، هم اللي بيطلعوا الكتب بأرواحهم لكي ينقذون تاريخ مصر. وللأسف الحكومة أو المجلس أو ما يقومون على الحكم يتركون المجمع العلمي يحترق. شكرا يا جنسوري، سايب تاريخ مصر يحترق. شكرا شكرا شكرا، مع انك تقدر تنقذ التاريخ، ولكن للاسف النهارده الاثنين الصبح ومازال التاريخ واخبارك يحترق، وانتم تعملون مؤتمر صحفي وسايبين التاريخ يحترق يحترق يحترق. شكرا 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 للقائمين على حكم مصر، شكرا للمجلس الاعلى، شكرا للجنزوري، شكرا 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 شكرا. انا مش حد حتى مسؤول يجي يبص يجي ينقذ التاريخ يجي ينقذ اي حاجه، ينقذ ما يمكن انقاذه. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون.